أرحب بكم مشاهدينا من جديد. ضيفي في البلاتو الرحالة القطري الذي حل بالجزائر سيد خالد محمد الجابر. أرحب بك سيدي وشكرا على تلبية دعوة برنامج هذا الصباح. كنا نتابع صور جميلة جدا من المدينة الساحلية بومرداس. هل زرتم هذه الولاية من قبل؟ شكرا لكم على الاستضافة. وأنا أشوف التقرير في تمر راست خنقتني العبرة. هو جانب صغير فقط. كانت لحظات جميلة ولحظات مؤثرة، ولكن يعني إن شاء الله ترجع هذه اللحظات الجميلة. شكرا لكم على هذا التقرير اللي بدأتوا فيه المقابلة، لأن دخلتوني في جو المغامرة مرة أخرى. أما عن بومرداس للأسف ما حالفني الحظ، ولكن إن شاء الله في رحلات قادمة وفي أشياء راح نناقشها خلال هذه المقابلة بخصوص القادم إن شاء الله. بحول الله. انطباعك الأولي السيد خالد محمد الجابر عن هذه الرحلة قبل أن أخوض معكم غمار الدخول إلى عالم الاستكشاف والمغامرة؟ وهذه الرحلة هي نفسها أصلا عالم، يعني عالم الاستكشاف شيء وعالم الجزائر شيء مختلف تماما. ولهذا السبب أنا غيرت طريقة ترحالي وغيرت طريقة سفري في هذه الرحلة، بأني خصصت بلد واحدة وقضيت فيها 4 أشهر بالضبط، يعني اليوم 4 أشهر ويومين. وأني أنا أقضي 4 أشهر في بلد واحدة معناته أني أنا دخلت في العمق الجزائري وعشت التجربة الجزائرية، عشت تجربة الضيافة، وعشت تجربة اللبس، وعشت تجربة الأزياء والملابس، عفوا الأزياء والموسيقى والطعام. فالواحد عشان يعيش في بلد ويحس أنه من أهل البلد لازم يسكن معهم، ولازم يأكل أكلهم ويستمع إلى موسيقاهم ويعيش تجربتهم في الكرم والضيافة. فلما تسأليني عن شنو تجربتك في الجزائر، فالحديث راح يتجاوز مجرد مقابلة، يمكن يتجاوز يوم كامل وإحنا نتكلم عن الجزائر. أنا خلصت الرحلة ووقفت الدراجة تاريخ 23، وأنا في قلبي أقول هذا كل شيء، ما زالت الطاقة موجودة. وأحس أن الدراجة تكلمت معي وقالت لي أنا أقدر أعطي أكثر. فلهذا السبب إحنا قررنا إن شاء الله أن في رحلات قادمة في القريب بعد. هل كنتم تتوقعون أن تكون الجزائر وهذا التنوع الذي تسخر به الجزائر كبير لهذه الدرجة؟ إحنا كلنا عارفين أن التنوع كبير في الجزائر، ولكن لم أعلم أنه بهذا الحجم وبهذا الثراء الثقافي والثراء التاريخي. و يعني في سياحة، في عد كل أنواع السياحة في العالم موجود في الجزائر. سياحة المغامرة هي بالدرجة الأولى، السياحة الدينية، السياحة الفلاحية. أنا أول مرة أسمع عن السياحة الفلاحية لما كنت هنا في الجزائر. السياحة الفلاحية هي الفعاليات التي تكون في أماكن زراعية، على سبيل المثال مزرعة فيها ركوب خيل، فيها قيادة دراجات الكواد، هذه وجولات على طريقة زراعة بعض الأشياء اللي تشتهر فيها الجزائر. أنا كنت في غردايا وشفت مشاريع شبابية جميلة، مزارع كبيرة، مزارع للذرة، مزارع لمختلف أنواع المنتجات، مزارع حيوانية. فهذه الأشياء يعني تبشر أن هناك نهضة سياحية كبيرة وترقية سياحية في الجزائر إن شاء الله. طيب سيد الجابر، كيف جاءتكم فكرة استكشاف والمغامرة التي تقومون بها في الجزائر واختيار الجزائر من بين بلدان العالم؟ الطريقة بدأت بمداعبة في تويتر أو بنكتة أو مثل ما نقول دعابة صغيرة. الجزائر صنفت هذا العام 2021 كأفضل وجهة لسياحة المغامرة من قبل بريتش باك باك سوسايتي لمدة عقد كامل. فأحدى المؤسسات نشرت هذا الخبر، وأنا كنوع من المداعبة للمؤسسة قلت لهم في هذه الحالة، رديت على التغريدة وإني قلت بهذه الحالة أنا سأخرج إلى مغامرة في الجزائر تحت رعاية ودعم منكم، وأغلقت الهاتف ونمت. صحيت ثاني يوم لقيت الدنيا كلها تتحدث عن رحلة الرحالة خالد الجابر في الجزائر، وقد تم الإعلان
يعني صنعت الحدث قبل صنعت الحدث وساهموا الكثير من الناس، يعني في الإعلامية وهيبة بحلايس الله يذكرها بالخير ورشيد زميلي اللي معي قاموا بتنشيط هذه الفكرة. وأنا فعلا الجزائر كانت من ضمن الوجهات اللي أنا كنت مستهدفها، ولكن في سنة 2023 فلما أنا وضعت في هذه الحالة فاضطريت أني أنا أقدم تاريخ الرحلة بأنها تكون في 2021. والحمد لله يعني من شهر 2 اللي طاف، من شهر فبري سنة 2021 حتى الموعد 30/9 كل شيء كان على ما يرام، من أمور تأشيرات، من أمور تخطيط المسار، من أمور الدعم والاتصال مع وزارة السياحة والوزارات المعنية بهذه الرحلة، كل شيء تم مثل ما هو مخطط له. بل حتى نهاية الرحلة تاريخ 23، من أول ما بدأنا قلنا تنتهي الرحلة 23، انتهت الرحلة بالدراجة 23، ولكن لم تنتهي رحلتي في الجزائر ولم تنتهي المغامرة بعد. أما لماذا اخترت الجزائر فهو حلم يداعبني من الطفولة، الصعود إلى طاسيلي من خلال كتاب قرأته يتكلم عن كهوف وألغاز طاسيلي. فوعدت نفسي في يوم من الأيام وإني أروح أزور الجزائر وإني أستكشف هذه النقوش والألغاز بغض النظر عن الوسيلة. ما كنت عارف إني راح أعملها على دراجة نارية في يوم، ولكن صارت وتحقق الحلم. وأمس أنا قلت في مؤتمر صحفي أني أنا أعتقد أني حققت جميع أحلامي وأني في مرحلة صنع أحلام جديدة لتحقيقها. 30 سبتمبر 2021 تاريخ وصول السيد خالد الجابر إلى الجزائر، والإعلان بعدها عن انطلاق هذه المغامرة. أكثر من 30 ولاية زارها الرحالة القطري خالد الجابر. نتحدث عن هذه التجربة. الولايات زيارة كل ولاية أعتبرها كبلد مختلفة، وكل دخول لي كأني دخلت بلد جديدة، واستعدادي المعنوي واستعدادي النفسي في كل مرة أدخل طبعا هي طاقة كبيرة جدا أني أنا أدخل بلد جديدة وأخرج من بلد، خصوصا التعامل مع مثلا الناس الداعمين مثل مدراء السياحة والناس المرشدين، كأني أدخل بلد جديدة وأشرح لهم التوجه اللي أنا حابه. فكانت طاقة جدا عالية وكان جهد جدا كبير، بالإضافة إلى اشتياقي للبلد واشتياقي للأسرة. فالجهود هذه كلها الطاقة اللي كنت أستنزفها كنت أوضعها في أني لازم ألقى شيء أعوض فيه، وهو الاستكشاف والجولات السياحية. في مرات أقول أنا ما أحب أترك هذه الولاية إلا لما أتأكد من كل شيء رأيته، من مناظر طبيعية، من أزياء تلبس، من موسيقى، من مأكولات. وكل بلد وكل ولاية عبارة عن بلد، بل أن في بعض الولايات كأني من أنتقل من شمال الولاية إلى جنوبها كأني انتقلت من بلد إلى بلد آخر. لما دخلت سكيكدا مثلا قلت أنا كأني دخلت، مع أنه كان 100 متر بين سكيكدا وجيجل، قلت أنا كأني في بلد أخرى، مع أنه نفس الساحل ونفس الأشجار ونفس الغابة، لكن الإحساس الطاقة والجو الجميل والترحيب مختلف. غردايا نفس الكلام، شمال غردايا غير عن جنوب غردايا، ففي تنوع كبير. هذا ما يميز الجزائر، ربما هذا التنوع. نعم. الكبير في تنوع كبير في كل ولاية، ولكن في شيء واحد يلتقون فيه جميع الجزائريين وهو الكرم والضيافة والترحيب بالضيف واعتبار حتى السائح كضيف. يعني أنا أقول لكل الجزائريين السائح شيء والضيف شيء، خلوا السائح يعمل كسائح، لا تستضيفونه عشان منها تصير حركة سياحة ومنها السائح يحس أنه وحده، ولكن كرم الضيافة هو دائما مفروض ودائما مفروغ منه. نحن نحب كل ما هو عربي وكل ما يمثل الثقافة العربية، نحن نشترك في الدين واللغة. أيضا لو نقف عند كل محطة وكل ولاية، تحدثتم عن هذا التنوع الثقافي والتاريخي الذي تسخر به الجزائر، طبعا توثقون هذه المغامرة لحظة بلحظة. نعم. التوثيق دائما أنا أقول استمتع باللحظة أولا ووثقها ثانيا. استمتع باللحظة، أنا أوثقها في عقلي، أوثقها في عيني، وأعيش اللحظة أولا وبعدين أفكر في التقاط الصورة ثانيا. الجهد والمهمة اللي كانت عندي كانت أصعب، لأني
التقط اللحظة بعيناي أولا، وثانيا التقط فيديو باللغة الإنجليزية، وثالثا التقط فيديو آخر نفسه باللغة العربية، لأني في يوم من الأيام ممكن أقول هذه ممكن تذهب إلى قناة أجنبية وهذا ممكن يذهب إلى قناة عربية. بس في الأخير أعمل حسابي وأعمل احتياطي أن أنا أعمل نسختين من التوثيق. أنا الفرق بيني وبين يمكن بعض المؤثرين أو بعض اليوتيوبرز أو صناع المحتوى، أني أنا ما أعتبر نفسي صانع محتوى، أعتبر نفسي كرحالة وأستخدم وسائل التواصل كنقل ليومياتي أو مذكراتي، بغير مني أنا يعني ما يهمني أن أنا لازم أنزل الفيديو في الرحلة. أنا أقول لاحقين عليها، الرحلة لها وقتها، لازم نعطيه كل دقيقة للرحلة وكل دقيقة لي. وبعد انتهاء الرحلة يبدأ العمل وهو صناعة المحتوى، لأن مهمتي في هذه الرحلة هي الترويج لسياحة المغامرة، فعندي مهام لازم أقوم فيها وهي صناعة المحتوى للناس المتعطشين لاستكشاف الجزائر. الدراجة النارية رافقت خالد الجابر طيلة هذه المدة، ما هي أبرز الأماكن التي شدت خالد الجابر؟ الجزائر. الجزائر هي أبرز شيء، وهي الكلمة الوحيدة اللي أقدر أختصر فيها الأبرز الأماكن، لأن كل ميل في هذه الرحلة وهو يعتبر بالنسبة لي بارز ويعتبر بالنسبة لي مكمل للجزائر. في لحظات مميزة كانت لحظة الوصول إلى نصف الرحلة، لحظة الوصول إلى تمراس، وكان الطريق إلى الوصول إلى تمراس الأصعب، يمكن يكون الأصعب في حياتي بسبب وعورة الطريق من جانت إلى تمراس. خلينا نقول أن هذه الأبرز كونها الأصعب وكونها الأكثر تحديا، خصوصا لما كنت أقود الدراجة في حتى منتصف الليل، وكنت أقود الدراجة في طرق وعرة وطرق مظلمة وطرق رملية عميقة ووديان صعبة، وخصوصا في الظلام على الدراجة ودرجات حرارة منخفضة. كانت خلينا نقول هذه الأبرز، لأن معظم الناس لما تقولين للأبرز يذهب إلى الشق الجمالي، ولكن الأبرز بالنسبة للمغامرين الشق الجمالي هو الذكريات الجميلة، الذكريات اللي لو كانت صعبة في البداية ولو كنا إحنا في هذه اللحظة كنا نندب حظنا أن احنا سلكنا هذا الطريق، ولكن اليوم لما أتكلم عنها أتكلم بابتسامة جميلة وبذكرى جميلة، لأن صناعة القصة تبدأ من الظروف والمواقف الصعبة وليست من المواقف الجميلة. يعني ممكن الناس يعني أكيد حضرتك عارفة كونك إعلامية أن الناس دائما ينتبهون للشيء اللي فيه صعوبة وفي الشيء اللي فيه مخاطر أكثر من الشيء أكيد يلفت الشيء الجمالي. الانتباه أكثر نعم. من الشيء السهل نعم. فإحنا وأنا كوني رحالة، أنا مهمتي الرئيسية هي رواية القصة ونقل الرسالة، ورواية القصة لازم احنا نبحث عن قصة مثيرة نوعا ما، نتكلم عن تحديات، نتكلم عن أشياء صعبة. لما أنا أتكلم أقول أبرز شيء كان هو شاطئ سكيك ده، هو جميل فعلا، لكن الناس يحبون يسمعون القصص اللي فيها إثارة. خالد الجابر، زرتم كما قلت أكثر من 30 ولاية وحللتم بأكثر من 84 بلد، هل يمكن اعتبار تجربة الجزائر التجربة الأقرب إلى قلب خالد محمد الجابر؟ في إسكرام، مع أني لست من هواة الغروب والشروق، ولكن في إسكرام قلت هذه الكلمة وأنا كنت لايف على الفيسبوك، قلت غروب العالم في كفة وغروب إسكرام في كفة أخرى، وهذا كان الوصف طلع بشكل عفوي. اليوم أنا بعد زيارتي ل 84 بلد، أنا أقدر أقول أن ال 84 بلد في كفة والجزائر في كفة، بل أني أنا كلمة قلتها أمس، جميع دول العالم وضعت مكان في قلبي إلا الجزائر فقد أخذت قطعة من قلبي، وحتما إن شاء الله راح أرجع وأبحث عن هذه القطعة بحول الله. الرحلة الاستكشافية اختتمت أمس بلقاء مع السيد وزير السياحة والصناعات التقليدية السيد ياسين حمادي، الذي أثنى على هذه التجربة وقال إنها ستساهم بقوة في الترويج للمقصد السياحي والتعريف به على المستويين العربي والدولي. نعم. أيضا نعم. معالي الوزير تكرم أمس واختتم وكرمنا
وتشرفنا بمصافحته وتشرفنا بمقابلته واختتمت الرحلة. ولكن أنا بالنسبة لي طبعا دائما أقول في قلبي أن الرحلة ما اختتمت بعد، وأمنيتي أنها تختتم الرحلة إن شاء الله بمقابلة فخامة الرئيس عبد المجيد تبون، الحصول على توقيع فخامته على الخوذة، وهنا نقدر نقول أن الرحلة اختتمت. نرجع الآن لمعالي الوزير. معالي الوزير طبعا معه فريق شاب وفريق يعمل جاهدا صبح وليل للنهوض بقطاع اتصالات تأتيني من مكتب معالي الوزير، من المديريات الداعمة لمعاليه، تكلمني في منتصف الليل لحل مشكلة ما، وأنا استغرب يعني أقول لها مدام أنت ما زلتي في المكتب، تقول لي إحنا ما زلنا في المكتب الفريق كامل الأمانة والسكرتارية. ففي حركة قوية، في حركة قوية. أنا استغرب من الناس اللي يقولون إحنا ما عندنا سياحة في الجزائر، استغرب من بعض التعليقات، في حركة قوية، ولكن لا تستعجلون النتائج، النتائج تأخذ وقت، النتائج ممكن تأخذ سنوات حتى نرى هذه النتائج. إحنا البشر طبيعتنا ننظر إلى، ما ننظر للشوكة، ننظر للوردة على طول. فمهم جدا إن إحنا إنك يعني مثلا يعني مهم نتأنى وننتظر النتائج، لأن في فريق كامل يسهر ليل ونهار، وأنا أعتبر نفسي عضو في هذا الفريق. أنا لما عملت مع وزارة السياحة وبدعم من وزارة السياحة، أنا عملت معهم كعضو ولست كعضو رئيسي، عضو مساعد، كوني شخص في الميدان أقوم بهذه الرحلة، عضو مساعد في تنمية ونهضة وترقية السياحة في الجزائر. فكون الوزير موجود، معالي الوزير كان موجود مع سعادة السفير القطري، بالنسبة لي هو دعم كبير لحركة السياحة، ومنها طبعا وجود رمز من قطر وهو سعادة السفير، ووجود رمز من مجلس الوزراء اللي هو معالي الوزير. هذا يدل أن في جهود كبيرة جدا، وأنا نفسي انصدمت أن معالي الوزير هو بنفسه، ولم يبلغني أحد أن الوزير هو من سيختتم، وهذا دليل أن حركة السياحة وبجهود شابة من معالي إن شاء الله ستنهض. وأنا بدوري من محبي الجزائر ومن عشاق هذه الأرض الطيبة، بدوري يعني ما راح أوقف عند هذا الحد، وراح تكتمل الرحلة. ومثل ما قلت هي أمنيتي، وإن شاء الله أول شيء أتمنى أنها تتحقق، وثاني شيء أنا لعودة إن شاء الله في الجزائر من خلال رحلات قادمة. رحلة الصعود إلى طاسيلي هي الجزء الأول، نهاية رحلة الصعود إلى طاسيلي هي بداية العمل الحقيقي. بداية العمل الحقيقي هناك رحلة أطلقت عليها وأنا حاب أني أتكلم عنها هنا، رحلة باسم مسار الهضاب، ورحلة أخرى إن شاء الله بجوار متوسط، وهذه الرحلات ستكون بالجزائر. هي مجرد فكرة الآن وليست على أرض الواقع، مجرد يعني فكرة. هناك استعداد لخالد الجابر للمساهمة مع الفاعلين في نعم. قطاع السياحة نعم. للتعريف بالجزائر وجعلها وجهة نعم. سياحية. الشيء الجميل في الجزائر أن الشيء اللي أنا لمسته في الجزائر أن أصحاب الوكالات السياحية يعملون مع مديريات السياحة، ويعملون مع وزارة السياحة على شكل هرم، ويعملون حبا للوطن، بل أن الكثير من الوكالات السياحية في هذه الرحلة قدمت لي خدمات من دون مقابل، وهذا الكلام أنا أقوله بشهادة الكثير من الناس اللي موجودين معي، من الناس اللي واجهوني في هذه الرحلة، وحبيت أني أشكرهم على هذه الجهود، لأنها بالنسبة لهم عمل وطني. المئات من الرسائل تصلني على منصات التواصل الاجتماعي من أصحاب الوكالات السياحية بعرض خدمات دون مقابل، دون إشهار، دون أي شيء، فقط من أجل حب الجزائر. وهذا الشيء اللي أنا أعتبره، اللي أنا سميته الواجب الوطني، هو الضيافة الجزائرية بالنسبة لي هو واجب وطني. الجزائري يعتبر الضيافة واجب وطني مثل الجندي اللي يدافع عن الجزائر. وهذا شيء أنا أحييكم عليه يا أحفاد 1 نوفمبر، وشيء جميل جدا، ويشرفني أن أنا عملت معاكم في هذا المشروع. الشرف لنا سيد خالد الجابر. ربما مأكولات أعجب بها خالد الجابر، أكيد أنه تناول ما لذ وطاب من المأكولات. المأكولات شيء مهم في الرحلة.
المأكولات والموسيقى بالنسبة لي. ما يميز الجزائر أن كل ولاية عندها المأكولات الخاصة بها، وإن لم تكن مأكولات خاصة بها، اللمسات الخاصة بها، البهارات الخاصة بها. تتميز على سبيل المثال قسنطينة بالحلويات، شبح الصفرة والجوزية. أول ما وصلت دخلت السوق ورحت أبحث عن طريقة عمل الجوزية، وهي سر طبعا من أسرار العائلات اللي تملك هذه المصانع في قسنطينة. المحاجب بالنسبة لي هي أفضل وجبة، والسبيطي، أنا أحب الأكل الحار، فدائما أسأل عن السبيطي، دائما أسأل عن المحاجب وين ما أروح. المحاجب في الصحراء تقدم بشكل مختلف عن الشمال. طريقة تقديم الطعام مثلا في الجنوب، لما يدخلون عليه بالضيافة بسيخ طويل بطول متر، وفي اللحم يسمونها الملفوف، ولما يجيب السيخ يضع السيخ أمام عيني، ما عندي أي خيار آخر إلا أني أنا أهز، مثل ما يقول لي هز وأخذ القطعة، لأن الرفض غير مقبول تماما في الجنوب مثل جانت وتمر راست. وماذا عن اللهجة؟ ماذا تعلم خالد الجزائري؟ وأنا خلاص راني وليت جزائري، نهدره مليح بعض الكلمات. بعض الكلمات يعني أكثر شيء كنت أسمعها مريقلة، فصار أي حد يسألني وش رأيك أقول لهم مريقلة لباس. أكيد أن هناك علاقات أخوية متميزة وقوية تربط الشعبين والجزائر بدولة قطر. وفي هذا الإطار دعا السيد ياسين حمادي وزير السياحة والصناعات التقليدية إلى ضرورة تعزيز وتكثيف التعاون الثنائي بين البلدين، لا سيما في المجال السياحي، من خلال مواصلة تنظيم مثل هذه الرحلات الاستكشافية للتعرف أكثر على الثراء السياحي والترويج له عبر وسائط التواصل الاجتماعي التي أصبحت الرقم واحد. نعم، وسائل التواصل الاجتماعي هي أكبر جسر في الوقت الحالي للترويج للسياحة. احنا اليوم احنا نعتبر كل شخص إعلامي، كل شخص عنده حساب في أي منصة من التواصل الاجتماعي هو إعلامي. في السابق الإعلامي كان لازم يكون في مؤسسة إعلامية كبيرة نفس المؤسسة اللي احنا فيها، ولكن اليوم كل شخص ممكن يكون إعلامي، بل كل شخص ممكن يقود جريدة، صحافة المواطن. اي نعم، ممكن يكون جريدة فيها مئات الملايين من المتابعين وهو في غرفة صغيرة. أكيد. فمعالي الوزير طبعا النقطة اللي قالها مهمة جدا، لأن ركز على وسائط التواصل طبعا الاجتماعي، لأن أنا قاعد أنقل رسالة من خلال وسائط التواصل الاجتماعي، وقاعد أتلقى ردود الفعل من الدول العربية، من دول الخليج، من أوروبا مكان إقامتي، لكثير من قبل كثير من الناس رغبة منهم لزيارة الجزائر. طبعا احنا نتفهم الظروف اللي احنا نمر فيها في العالم كله، وهي ظروف الجائحة، ولكن في حال تحسنت الظروف بإذن الله سنجد كثير من السياح، على الأقل يعني من الناس اللي تواصلوا معي، وإن شاء الله الرحلة القادمة بيكون فيها أكثر من مغامر، أكثر من خالد الجابر، وإن شاء الله يعني هذا هدفي. مثل ما قلت هي مجرد فكرة، إن شاء الله تكون تطبق على أرض الواقع. بعد ما زرت الجزائر سيد خالد الجابر، ماذا تعني لك الآن سماع كلمة الجزائر؟ كلمة كوكب الجزائر، هي أنا أسميها كوكب الجزائر، ولم أكتفي بعد ولن أكتفي من الجزائر. لهذا السبب حاولت أبحث عن أي عذر للاستمرار في هذه الرحلة، حاولت أضيف أميال، حاولت أضيف ولايات، ولكن التزامي بتاريخ الوصول كان هو اللي أجبرني للوصول، ولكن في مراحل أخرى وفي رحلات أخرى، وإن شاء الله بيكون واجب علي أن أنا أنقل الرسالة كاملة. والجزائر أجمل من أني أنا أقول هي مجرد كلمة، الجزائر عالم جميل، والجزائر الجزائريين ضحوا، ملايين الجزائريين ضحوا بدمائهم من أجل أن نرى جزائر اليوم ونتفهم التضحيات اللي هو مر فيها. متى سيعود خالد الجابر لأرض الشهداء؟ أقل من سنة. نعم، يعني أقل من سنة ممكن تكون يوم بعد مغادرتي، ممكن تكون 365 يوم. شكرا جزيلا لك. شكرا. سيد خالد الجابر، كلمة ختامية ربما. كلمة ختامية، أحيي أهل الجزائر على الحس الوطني وعلى الكرم، وأتمنى أنكم تستمرون بهذه الطريقة.
نحييك على شجاعتك وعلى هذه المغامرة، ونحن نحب دائما كل ما هو عربي أكيد، ونثمن هذه المبادرات. الجزائر ودولة قطر تربطها علاقات أخوية متميزة كما قلت. شكرا جزيلا لك. شكرا لكم سيد خالد الجابر، أنتم رحالة ومؤثر قطر. أتشرف بكم وشكرا على الاستضافة. شكرا.